لماذا تركت الصلاة؟ ما هو العذر؟ لماذا نظرت إلى الأفلام؟ ما هو العذر؟ لماذا استمعت إلى الأغاني؟ سيدقق معك في كل حرف سمعته حرام يا عبد الله. الله أعطاك السمع نعمة من لتسمع ما يرضيه، فأبيت إلا أن تتبجح وملأت سيارتك بأشرطة الأغاني، والله ستوقف، والله ستوقف. ليسألك الله عن كل حرف أغنية وعن كل ثانية نظرت فيها إلى النساء، وكل ثانية تكلمت فيها مع فتاة لا تحل لك، أي عذر؟ وقيل من شهوده؟ فقالت العينان: رباه، طالما قلبني في المحرمات والآثام ومتعني فيما يغضبك ويسخطك. وقالت الأذنان: رباه، متعني بسماع الأغاني والمحرمات. وشهدت الرجلان والقدمان، وشهد الفرد، وشهدت الملائكة، وشهدت الأرض. فقال الله: وأنا نظرت واستمعت، وأنا نظرت واستمعت. يخاطب جلده: لماذا تشهد؟ لماذا تشهد أيها الجوارح؟ تريدين أن تحرقي نفسك بالنار؟ ليه؟ لماذا أيها الفرج تشهد أنك فعلت اللواط وفعلت الزنا؟ ليه؟ أنا لم أخبر الله حتى تنجو إلى الجنة، ليش تشهد؟ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار، إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. ليس بيدنا حيلة، الله الذي أنطقنا ماذا نصنع؟ فأتت البشارة السيئة للعبد الغافل: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني.
وجر جرا إلى النار. قال الله بعد ذلك: لقد كنت في غفلة من هذا. كان في غفلة من هذه المشاهد، ولو أنه تهيأ لما قيل خذوه.